أعظم البلاء في البشرية هو الجهل بالله، وأعظم التوفيق والهداية هو العلم بالله. فبمقدار ما في قلبك من تعظيم الله تترجمه إلى أقوال وأفعال، وبقدر من تعظم تكون العبودية منك إليه، ولو عظمت شيئا حقيرا. ولهذا هناك من يعبد الفأر لأنه عظمه، ومن يعبد البقر لأنه عظمه، ومن يعبد الكواكب لأنه عظمها وتوهمها أنها عظيمة. الصراع في الأرض هو صراع عظمة حقيقية مع عظمة وهمية. العظمة الحقيقية هي عظمة الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه لعباده ببيان أسمائه وصفاته، ويعرف الله سبحانه وتعالى أيضا نفسه لعباده بالدلالة على مخلوقاته الشاهدة على عظمته. عجلة الحياة والموت شاهدة على عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يدير ذلك. لهذا يجب على المؤمن أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الصراع الحقيقي في الأرض بينه وبين أعدائه هو مغالبة في العظمة، عظمة شاهدة لله جل وعلا، وعظمة وهمية يختلقها الإنسان في قلبه لإله يظن أنه إله.